يا كابتن، كريستيانو اضاف ايه للدوري السعودي يا كابتن؟ كريستيانو اضاف ايه للدوري السعودي؟ انا عايز اقول لك ان الدوري السعودي يمكن الواحد جاوب على السؤال ده كتير قوي، ولكن الدوري السعودي من حوالي 10 15 سنه وهو ماشي ببرنامج منظم في مشروع كوره حقيقي. اللي احنا وصلنا ليه في الدوري السعودي النهارده ما جاش من فراغ ولا يعني وليد اللحظه، لا ده مشروع وبدا منذ سنوات، والدوري السعودي قوي من فتره طويله جدا. ولكن الاسماء الجديده ونقله كريستيانو رونالدو اللي انت بتكلمني عليه النهارده كانت نقله ضخمه في تحويل اتجاه مشاهده كره القدم الى السعوديه. يعني المشاهدين والمتابعين بداوا يتنقلوا عشان يشوفوا كريستيانو رونالدو راح ليه النصر السعودي، راح يعمل ايه في النصر السعودي. فالناس اتفاجئت بالدوري السعودي هناك. يعني انا عاوز اقول لك ان كريستيانو رونالدو يعني ده أسطورة من أساطير كرة القدم. أولا كريستيانو رونالدو يعني أشهر ويمكن ليه شعبية أكبر من ميسي في العالم. يعني ميسي هتقول لي 7-8 كرة ذهبية، كريستيانو رونالدو في الوطن العربي وفي العالم شعبيته يمكن أكتر من ميسي، وهي بالفعل في الوطن العربي أعلى من ميسي. كريستيانو رونالدو ليه شعبية كبيرة جدا، مش عشان هو مجرد لاعب كرة فقط، لا عنده كاريزما وعنده إقبال وعنده. نقلة كريستيانو رونالدو للدوري السعودي هي أهم صفقات إن خلت الناس تتفرج على الدوري السعودي وتخلي الناس تبص إيه اللي بيحصل في الدوري السعودي. طبعًا في كريم بنزيما، في نيمار، في ويمكن أنا عن نفسي بحب كريم بنزيما أكتر من 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 رونالدو كتير قوي، ولكن لما تيجي تتكلم في منطق حق فلازم تقول إن رونالدو عمل بصمة كبيرة جدًا أعلى من كريم بنزيما. ليه؟ لان كريستيانو رونالدو هو اللي خلى الناس تبص على الدوري السعودي فعليا وقوه الدوري السعودي، والناس ما كانتش متوقعه ان الدوري السعودي بهذه القوه. واحنا كنا من الناس اللي تابعت الدوري السعودي من فترات ومن سنين، كنا نعرف اهلي جده ونعرف الاتحاد السعودي ونعرف الهلال ونعرف النصر ونعرف كل الامكانيات دي كلها، لان احنا كنا بنشوف البطولات العربيه، بنشوف مثلا كاس السوبر المصري السعودي، بنشوف الماتشات دي كلها، بنشوف قمه اللي مثلا الرياض ولا قمه جده ولا يعني الدربيات اللي بتتلعب. لكن دلوقتي رونالدو ومجموعه المحترفين، وبالخاص اللي انت بتتكلم على رونالدو اللي انا عايز اعمل له حلقه خاصه، كريستيانو رونالدو وانجازات كريستيانو رونالدو، خلونا نبص على الكره السعوديه ونشوف نجوم كتيره جدا. يعني النهارده انت انا ما كنتش اعرف واحد اسمه تاليسكا، ما كنتش اعرف واحد اسمه عبد الرحمن غريب، ففوجئت بورزوفيتش واوتافيو وفوفانا اللي موجودين في النصر السعودي عرفتهم من خلال ان وجود كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، وبقيت ان انا اتابع واعرف واحفظ شكل خط هجوم النصر السعودي والجمل التكتيكيه اللي بيعملها والجمل الجماعيه والفرديه والجمل الجزئيه اللي بتتعمل داخل ملعب النصر. ده اضافه كبيره جدا مش للنصر بس، للدوري السعودي. اهم لاعب يعني اهم لاعب طبعا في لعيبه كتير مهمه، بس اهمهم كريستيانو رونالدو عمل اضافه كبيره جدا للكره السعوديه، وده لازم نقوله. وفي النهايه السلام عليكم.